يا راجل ارفع رجلك ارفع رجلك. بس خلاص السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكلة؟ علشان خاطر يا نوجة دي خدمة إنسانية لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه النهارده. لا يا طارق ما تسبليش بليز. خمس ثواني. نو. هخش الكنترول روم خمس ثواني اجيب البيانات واخرج. خمس ثواني. نو. طب ثلاث ثواني. نو واي. طب نص ساعة. طب نص ساعة اوكي. مرغني طارق ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى تحبها خليت على طول. اه بس حب من طرف ثالث. يعني ايه اول مره اسمعها دي؟ يعني هي بتحب واحد واحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على اولاني عمرها ما حكيت لي عنك. طب ايه عايزاك تحت؟ طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب هكدب عليك. عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه ساره 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 الضفراوي ساره معانا ساره محمد المهدي ساره محمد المهدي. ايوه ساره محمد 14 شارع المعادي. تمام قوي. طيب ربنا يستر. ايه ده 5-7 ده رقم الاستاذ اسامه منير. الو هاي يا اسامه. على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه الكمبيوتر بتاعي فيه كان رقمه. ايوه 17. لا انت بتعمل ايه هنا؟ فيش كنت عايز اتكهرب بس معرفتش. وانا كنت عايز احب بس معرفتش. ليه حصل ايه؟ قعدت ترغي ترغي وما فتش من اي حاجه. طيب معلش. طب افك انا بقى. طب ما افك لك انا معايا فك. طب معاك 10 خمستين؟ لا معايا 6-8. يا راجل افك لك وبتاع عمال ترغي وموقفني. اقعد اقعد يا مرغني. سلام. ماشي. جرب بقى الوصلة. رب تكون اشتغلت. علشان كده حاسة ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام الحب هيجي لوحده. كتير قوي نقعد ندور على الحب. دي ريهام صدقت البرنامج. اخطاء كبيرة جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب. هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على تلك. ازاي تبقى نصيبك؟ خلينا نهدي لك الاغنية اللي جاية. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل. عبدالله على السلامة. اركن العربية في اي حتة واطلع. انت عارف اني لا استطيع الطلوع. انزل انت. انزل بسرعة عايزك. خلاص خليك انا نازل. بسرعة. طيب خلاص. رهيبة رهيبة رهابة. القهوة. قهوة ايه يا راجل دي تقرب. انا بتكلم على البنت اللي انا كلمتك عليها قبل كده. صوتها صوتها يا معتز تحفة. انت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الاستاذ اسامه منير. ايه انت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل لا لا ده بالصدفه بالصدفه. انا ما خلاص بطلت. ايوه كده. انا عايزك بقى وزه تعرفني عليها. بقول لك ايه ابعد عليها دي خالص ودي رقمها. لما اتاكد الاول انها مش نصاب. ولا ده اكيد بنت ملعبوني عارفها. اخرس انا ما اسمحلكش تقول عليها كده. تفهم ولا لا؟ ولا اخرج بره الموقع. يلا بقى انت مش محترم وضلالي. ولا انت بتعتني قدام العمال. ايوه اشهدوا يا عمال مصر. ولا امشي يلا. هاي يا جميله انت فين؟ في الشغل لسه خارجه حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الاهلي. الفرصه جت. المطعم ده فين؟ ايوه انت في الزمالك. طب يلا باي. جميله ولا اقول لك مش قادره اخرج. ما تيجي نتغدى عندي في البيت. طيب خلاص هستناكي. اوكي. ايه الاشكال دي؟ اكيد بتهزروا. طب انا اكلمها على الموبايل. اتصل بيها على الموبايل واشوف. ده انت مسافر الموبايل.
شيل الفيش شيل الفيش. انا قفلت قفلت. انت بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم اهو. بقول لك ايه لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اه اللي لازق فينا ده على طول هنا كده. اه يا راجل يا راجل. يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى هتطلع لي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعه معلش لو سمحتوا اللي عامله تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها انت يا استاذ؟ ايوه اطلع بره لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي هو حضرتك داخله هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكره. يا سلام خش يشوف الشعور اللي جوه بكره تتعقدي. ترى بلكونتك بتبص على الشارع. هتيجي سارة؟ ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى ام 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 او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربيه اسعاف. يا رب ولد ولد. ايه دي مش حامل؟ يا رب تقوم بالسلامه. يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجه حاله تسمم. واضح انها شربت حاجه مش نظيفه غصب عنها. اغتصاب؟ اغتصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. Evet.
الحب الصادق تتهافت عليه الهموم. نسأل النهاردة عن مواصفات فتاة. هو ده الشريط اللي بدور عليه، مواصفات فتاة أحلامك يا ريان. ياه، ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. ربنا يخليكي، ميرسي. خلص، طب المواصفات الأساسية؟ يعني يبقى حالم طيب، وأتمنى يعني إنه يبقى جذاب جدا طويل، ويا ريت يعني يبقى هادي.